نو دي تو مومي جا عندي نسي ما ما, ما عطانيش داكشي اللي كنت باغي فطلبت من المكتب انه ما نوقعوش ليه بعد ذلك وقع الفريق الرجاء البيضاوي وما حر انه شافوا انه اللاعب امكانيه يدير يمكن يعطي اضافه للفريق فتم التوقيع يمكن الضجه اللي تخلقت هي لما انا تعرضت لاتهامات كثيره انه انا اللي خليت اللاعب يمشي لفريق الرجاء البيضاوي هنا كان من الطبيعي انه خصني نرد رديت في الصفحه ديال الفيسبوك الاسباب اللي خلاتني انه نستغني على مومي اتصلت كذلك بمحمد باش نقول له فوالا انا غادي ندافع على راسي ما جاوبنيش بعد ذلك فاش الضجه اللي تارت ومن بعد راه الجمهور هو اللي حكم على الـ على, الـ على, الاختيار اللي ديالي لانه اللي تيهمني هو جمهور اولمبيك اسفي لانه الان شافوا الاختيار ديالي واش كان صحيح ولا خطا وكذلك فريق رجاء البيضاوي